أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أهل الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهر الإسلام غريبا كذا يقول، وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. السؤال: من هم الغرباء؟ وهل نحن الآن في زمن الغربة التي جاء ذكرها في الحديث؟ الحديث صحيح، والغرباء بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصرخون إلى فتح الجنة. وفي رواية: الذين لا يصلحون ما أخطأ الناس، هؤلاء هم الغرباء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن رجب، الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، رسالة في هذا الموضوع اسمها: كشف الغربة في حال أهل الغربة، وهذا مطبوعة مفردة ومطبوعة مع المجموع الذي ظهر قصائد ابن رجب.